اهلا بيكم معايا في كايرو دار وفصل من الفصول الهامة كالعادة في باب العمليات المعرفية التعلم. يعني ايه التعلم؟ ده اتعلم. ما معنى كلمة تعلم؟ يمكن لو بصينا على التعريف الاول قبل ما نعرض شرحنا، التعلم هو تغير شبه دائم في السلوك نتيجة الخبرة. وبعد شوية يقول لك خد بالك، لاحظ ان ليس كل تغير في السلوك يسمى تعلم. في حالات التعب او الوقوع تحت تأثير احد العقاقير هو تغير، ولكنه تغير مؤقت يزول بزوال المؤثر، لذا لا يعد تعلم. واحدة واحدة علي، تعال نشوف الاواني. بيقول التعلم هو تغير شبه دائم في السلوك نتيجة الخبرة. يبقى التعلم ما يبقاش تعلم الا اذا حصل تغيير سلوكي جديد بدل القديم. بس استنى، ما يبقاش تغيير سلوكي وبس، ده يقعد معايا فترة كبيرة على الاقل شبه دائم. يعني الولد النهاردة اللي حب يتعلم الكمبيوتر مثلا قعد اسبوع اتنين تلاتة شهر، وبعد شوية ساب الكمبيوتر خلاص وبقاش يستخدمه، لدرجة انه نسي مفاتيح والزراير يستخدمها ازاي. هل يعتبر المرة اللي فاتت دي كانت تعلم؟ لا طبعا، ده كان تغيير سلوكي لكن لا يعد تعلما. العنصر الثاني اللي هي الديمومة او الاستمرار مش موجود، وبالتالي مبقاش تعلم، لان شرط التعلم تغيير في السلوك ويقعد معايا فترة كبيرة. لذا الحالة اللي فاتت دي تغيير سلوكي مؤقت، لذا لا يعد تعلما. لكن لو استمر على حالة استخدام الكمبيوتر سنين كتيرة من عمره نقول ان اتعلم. احنا قلنا بقى شرط التعلم تغيير في السلوك، بس كمان يقعد معايا فترة كبيرة. الحقيقة هنا يمكن الفقرة الجاية توضح اكتر. هل كل تغير في السلوك يسمى تعلم؟ لا طبعا، ليس كل تغير يسمى تعلم. دليلي على كده ايه؟ دليلي على كده انه بيقول انه الوقوع في حالات التعب او الوقوع تحت تأثير احد العقاقير ينتج عنها تغير في السلوك، ولكنه تغير مؤقت يزول بزوال المؤثر، لذا لا يعد تعلما. النهارده لقيت ولد عندي في الفصل، معروف ان الواد ده يعني هايبر قوي ونشيط، عنده نشاط زياده ويتكلم وينط ويجري ويروح، وعامل ازعاج لينا وطردناه 20 مره. فجاه لقيت الولد صاحبنا ده قاعد هادي تماما، لا يحرك ساكنا، ولا بيتكلم ولا بيشاور ولا بيعمل وشه يمين ولا شمال. ايه يا محمد مالك؟ يقول لي يا مستر اصلي انا تعبان شويه. الحقيقه الولد النهارده اتغير سلوكه من حاله النشاط الزائد الى الهدوء الزائد. الحصه اللي بعدها على طول لقيت الولد ده رجع بقى مهايبر تاني، وبقى رجع للنشاط الزائد كما كان. ايه يا ابني؟ قال لي والله يا مستر شريف اصلا انا كنت باخد مضاد حيوي 1000 فكان هادف حيلي، وانا بطلته دلوقتي. في الحاله بتاعت محمد دي يعتبر الولد هنا تعلم الهدوء من المره اللي فاتت؟ لا طبعا، هذا تغيير مؤقت زال بزوال المؤثر، اللي هو انه بطل دواء اللي هو كان سبب الموضوع في الاصل اللي خلاها هادي، فلما بطل الدواء رجع لطبيعته. لذا الحاله اللي فاتت لا يعد هذا التغيير السلوكي تعلما، لانه كان تغير مؤقت زال بزوال المؤثر، لذا لا يعد تعلما. كما قلنا لحضراتكم منذ قليل، شرط التعلم ان يكون التغيير السلوكي على الاقل القليل شبه دائم، الديمومه يا حضرات. الحقيقه هنشوف شخصيتين مهمين جدا، مارتون وسالجو، اثنين علماء من علماء الناس، ظهروا سنه 76 في السبعينات وقالوا ان احنا عندنا طريقتين للتعلم او الاستذكار او ايا كان نوعه. الطريقتين في طريقه المستوى السطحي للمعالجه وفي طريقه المستوى العميق للمعالجه. اهم ما يميز طريقه المستوى السطحي انه صاحبنا لما بيجي يذاكر الماده بيقوم المذاكره هنا او التعلم على اساس الحفظ الصم، اللي هي فكره حافظ مش فاهم، الحفظ الصم دون الفهم، يتعامل مع النص المكتوب دون تحليل دون نقد دون تقييم، فالهدف هو الحفظ الصم من اجل امتحان. ده اسمه المستوى السطحي. والحقيقه يمكن عكس المستوى العميق اللي بيتعامل مع النص المكتوب عن طريق اعمال العقل او الفهم. الحقيقه ده ليه صفاته وده ليه صفاته، وتعالى نشوف مثال توضيح. زي ما شايفين حضراتكم معايا في هذا الشكل،
هنشوف ولد ذو المستوى السطحي للمعالجة، المستوى العميق للمعالجة، كيف يتعامل مع النص المكتوب قدامنا. نحلل النص الأول. الحقيقة النص ده يمكن حاطط لنا الثلاث قرون، القرن الأول اللي هو من سنة 1700 ل 1800، من 1700 ل 1800 ده القرن ال 18، من 1800 ل 1900 ده القرن ال 19، خد بالك معايا، من 1900 ل 2000 ده القرن العشرين. كده انا عندي ثلاث قرون، 18 و19 و20. هنبسط المسألة شويتين. في القرن ال 18 تم اكتشاف اختراع واحد هو الآلة الكاتبة. في القرن ال 18 سوري 19 تم اكتشاف اختراعين اللي هو التليفون وبطارية الشحن. في القرن العشرين تم اكتشاف اربع اختراعات بتبدأ بالتلفزيون وبتنتهي بشريحة السيليكون. يا ترى بقى الولد المستوى السطحي المعلم كيف يتعامل مع هذا النص؟ اوعى تنسى، يتعامل مع النص المكتوب دون اعمال عقله، دون نقد، دون فهم، دون تحليل او تقييم. الهدف هو الحفظ الصم من اجل الامتحان. تعال نشوف الحكاية يقولها ازاي، شوف معايا. الحقيقة الولد بيتعامل مع النص المكتوب بفكرة حافظ مش فاهم. بيقول من خلال هذا النص نلاحظ الآتي، ده الولد اللي بيقول أنه في القرن العشرين بدأ حديثا الأول تم اكتشاف أربع اختراعات، في القرن التسعتاشر تم اكتشاف اختراعان، في القرن التمنتاشر تم اكتشاف اختراع واحد فقط هو الآلة الكاتبة، أي أن الاختراعات تأتي بسرعة. وخلص الكلام. دي طريقة المستوى السطحي للمعالجة. الحقيقة في طريقة تانية يمكن هنشوفها بعد قليل اسمها طريقة المستوى العميق للمعالجة، اللي هي بتقوم بقى مش على الحفظ انما على الفهم والتحليل والنقد والتقييم والربط ما بين الاجزاء وتحليل النص وذكر المبررات. انا وافقت على الجزء ده، وافقت ليه؟ رفضت الجزء ده، رفضت ليه؟ ولد واعي فاهم كويس قوي هو بيتعامل مع النص. عاوز اقول لحضراتكم قبل ما انقل على المستوى العميق للمعالجة انه لا نستطيع، يمكن طبعا كل الجالسين امامي دلوقتي يقول لك الله يعني المستوى العميق احسن، حقيقه ما قلناش حاجه، لكن اعلم يقينا ان ما حدش يقدر يوصل للمستوى العميق للمعالجه اي الفهم الا مرورا اولا بالمستوى السطحي. يعني انت النهارده ما تيجي تقرا في ملزمه دلوقتي لازم تتعامل الاول بالمستوى السطحي اللي هو القراءه السريعه من فوق كده، وبعدين ده كل مرة ما بتتكرر تطلع بمعلومة جديدة ما بين السطور والفهم يتضح والصورة تتضح. إذا لا نستطيع أن نصل إلى الفهم العميق أو المستوى العميق للمعالجة إلا مرورا أولا بالمستوى السطحي. طب عندك مثال على المستوى العميق دوت وإيه هو بالظبط؟ لو أنت عاوز تعرف إيه هو المستوى العميق تعال معايا نشوف هذا الجزء بتفاصيله. شكرا لحضراتكم.